السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. ردوها علي وافريق العمل ان استطعتم. شو عنوان حلقه اليوم يا عبد الله؟ عالم المجوهرات. صح ان الحلقه مدتها فوق الساعه، لكن راح تستمتعون متعه مش طبيعيه. مستحيل هذه حلقه فوق الساعه الا لانها تستاهل. يعني معلوماتنا اليوم حتكون نار وشرار ودمار، بس عالم المجوهرات ايش دخل؟ بناخذ اشياء من الارض بنلبسها بتصير اغنياء. حلقه اليوم مليانه معلومات غنيه وفيها فلوس راح تطلع من الشوشه. يعني الحقيقه حلقه اليوم ممكن يصير غني اذا راح نقب واكتشف وطلع. طبعا، لان اللي بيشوف الحلقه هذه راح يصير تاجر مجوهرات. عبد الله يكون في حلقه اليوم بدل ما راح نعطي $1000 راح نعطي سبيك الذهب. سوش تبون سوي يا شباب؟ سويها سجل هودون. خلاص جائزه حلقه اليوم سبيك الذهب. كم قيمتها؟ $1000. لا دخل ليش؟ صغيره. عبد الله ايش دخل لما واحد بده يتقدم لوحده بده يقدم لها مهر ذهب كم بالجرام؟ انتم عندكم المهر ذهب؟ طبعا انا قدمت 300 جرام ذهب مقدم. يا عفو الله، احنا الذهب عندنا من ضمن الاشياء اللي تقدمها، يعني شبكه. هي نفس الفكره، بس المهر فلوس. الفكره انا عشان تحظى بالبنت لازم تقدم ذهب. ليش؟ ليش ما تقدم سمك مثلا؟ مثلا ميه. جيجي مثلا. شو على فكره لو كان السمك نادر كان ممكن يقدم كمهر. ولذلك حلقة اليوم عن أشياء نادرة وجبارة. الألماس، الذهب، الزمرد، الياقوت، المرجان، الأوبال الأسود. شنو الأوبال؟ هذا فقط ديجتال ولا ويش؟ شنو الأوبال الأسود؟ إيش جبارة راح تعرفوه في حلقة اليوم. حسيته حكى صديد المدرع. جاهز يا عبدالله أعطيك 5 معلومات لا تعلم عنها شيء، لا أنت ولا المتابعين، راح تخليك إنسان جبار مليان معاك مصاري. وهل جاهز إني أعطيك 5 معلومات عن المجوهرات تخليك تطلع من الحلقة هذه انت ملك سوق الذهب والمجوهرات؟ حابب يا عبد الله احكي لك في واحده من المعلومات عن اكبر قطعه مجوهرات في العالم. جاهز انك تسمع عن انواع الالماس؟ تعال بالك من نوع واحد بس. هيك بفكر عبد الله. المجوهرات تنسرق طول عمرها في العالم، ولكن راح اقول لك اليوم عن اكبر سرقه مجوهرات في التاريخ. زين بس قول لي من الحين كم قيمه السرقه؟ وربك ما راح احكي الان في الحلقه بتسمعها. جاهز اني اعطيك اغلى 3 مجوهرات في العالم؟ قطع يعني؟ طبعا قطع وبالوزن بعد. كل هالمعلومات واكثر راح تستمتعون فيها في حلقه اليوم. تعال انا اقتلك في حجر ورقم القص عشان اللي بيفوز يبدا بالمعلومه الاولى. يا رب اكون انا. تان حجر ورقه مقص. ورقه دي فزت انا وشنو؟ ماسه ماسه جبار اقوى من الحجره. حبيت والله اني حبيت الحركه. طب اسمع يا عبد الله، حلقتنا اليوم عن عالم المجوهرات. نعم. صحيح. نعم. طب سؤال ممكن يخطر على بال انسان، شو هي اكبر جوهره موجوده في العالم حاليا كحجم؟ كحجم وزن؟ وينها وينها؟ شو هي؟ طب وين مين؟ شو هي؟ هي ايش؟ هي ايش؟ شنو؟ الماس؟ طبعا حكينا عن احجار كثيره، ايش هي؟ ايش هي؟ ايش بتعشقوا هون في الخليج؟ انني اتكلم عن زمرد. ربي كانك ضعيف. اوكي مش زمرد. اوكي ذهب. ما اضعفك انت ناسي، كنت طالعه من البحر. لولو. اللؤلؤ. احسنت، اللؤلؤ. معناته مدور. ايش مدور؟ نعم اللؤلؤ. اللؤلؤ اكبر جوهره في العالم هي لؤلؤه، وزنها 34 كيلو جرام. لا 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 لحظه شوي. لحظه لولو مصنع طبيعي ورب الكعبه طلع من اسمع نعم راح احكي لك قصه كامله. اسمع الان. اللي ياكلونه في تركيا يحطون ليمون. قصه ممتعه. نعم من المحار. اسمع صدفه محار. نعم اسمع. وعلى فكره المحار هو صدف حيوان ويسبح في البحر. شلون يسبح؟ ما بعرف اظن هيك. اسمع يا عبد الله القصه الغريبه العجيبه يا عبد الله. في سنه 1996 كان في بطوله كاس اوروبا اليورو. كان عمري 4 سنين. كان عمرك 4 سنين، كان عمري 6 سنين. كانت البطوله مقامه في انجلترا وفازت فيها المانيا على تشيكوسلوفاكيا اللي هي التشيك في المباراه النهائيه. اللولو وين؟ في البلنتي؟ وين اللولو؟ قول. كان في هدف ذهبي بيرهوف سجل فيه لالمانيا في هذيك المباراه. ورب الكعبه متقدم بيرجر لمنتخب التشيك. رب الكعبه ما عنده اي ربط مع اللؤلؤ. كانها سنه 96 بس. في 96 يا عبد الله كان في صياد فلبيني قاعد بصيد هيك على سواحل الفلبين. قاعد بصيد مسكين صياد فلبيني في الفلبين. في الفلبين قصدي. لا 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 جاي ياكل اندومي. يصيد 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 بصيد. فجاه اكتشف شيء جبار. صاد صدفه جبار عملاقه ضخمه. اكيد عملاقه بطنها 34 كيلو. تعرف اللؤلؤ اصلا ايش هو؟ اللؤلؤ هو عبارة عن إفراز صلب يتشكل على شكل كروي داخل أنواع الرخويات اللي منها الأصداف في المحار في البحار. فهو لقي صدفة عملاقة ضخمة فتحها. مسكرة كانت بعد. طبعا فتحها لقي جواتها حبة لولو عملاقة، ولكنها ما كانت كروية، كانت على شكل شبه مستطيل تقريبا. عليها شوائب أكيد ودنيا. كم طولها؟ 66 سنتي عملاقة ووزنها 34 كيلوغرام. شو عمل؟ كان يعرف قيمة هذا الشيء الجبار اللي هو صاده. عرفنا اللؤلؤ. ايه. بس شو أخذها؟ حملها واخذها على ظهره على البيت وحطها تحت السرير. اوكي. وحطها تحت السرير لمده 10 سنين من منطلق انها ستجلب له الحظ السعيد. اي شيء حلو يصير معها في الحياه بسبب اللؤلؤ الحلو العملاق اللي حطها تحت السرير. وعاش 10 سنين وهي تحت هالسرير. فجاه في يوم من الايام انحرق منزله
ان حرق كل شيء. لا 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 شو صار في اللؤلؤه؟ ما صار فيها شيء ولا شيء صار فيها ورب الكعبه وربك ما صار فيها ولا شيء. راح سلمها للحكومه. اخذتها الحكومه الفلبينيه وحطتها في احد المعارض في الفلبين. قدر ثمنها في وقتها 100 مليون دولار. فهو عرف انه في بجيبته 100 مليون دولار تحت السرير. اوه تحت السرير كان حاطها. هو بفكر انها ستجلب له الحظ السعيد وهو مش عارف انه هي الحظ السعيد اللي موجود تحت السرير ورب الكعبه. الحظ السعيد تحت السرير والحظ التعيس فوق السرير. اللي هو يعني زوجته. انتوا تقولون انتوا المتزوجين كله تقولون ليتنا ما تزوجنا قفص ذهبي. صحيح 13 من تمي. اوكي 13 من تمي هذا الكلام صح. عمره طلع من تمي طبعا. المهم قدر ثمنها ب 100 مليون دولار. اوكي طبعا هي صارت للحكومه الفلبينيه. صحيح ورب الكعبه. الى يومك هذا هو لم يوقع على تسليمها للحكومه فما زالت ملكيته. طبعا الحكومه نفسها تاخذها منه. زي ما فهمت عيش بيع خلص بدوش مبسوط مكيف. لا خذ منها جباره. هي وين الان؟ هي ملكيته. ولكن في عام 2017 هذه اللؤلؤة سافرت على أمريكا من منطلق آل الأمريكان بدهم يعملوا عليها أبحاث ويختبرونها ودراسات واختبارات. نعم. نعم ما رجعت لليوم حرامية. لا ما بقدرش لك سرقوها. راحت أمريكا. أمريكا سرقوا بلدان يا محمد جات على لؤلؤة. تويست خطير. تويست حلقة سياسة. أقلب عطني حلقة سياسة خطير. عطني حلقة سياسة تونا ما طلعنا من أزمة فلسطين بايقينها تستهبل يا محمد قال على لولو باقوها طبعا من المسكين راحت عليه ما بيعش يعني طبعا في البيري قاعد حتى وانا شلت. خليك 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 تحت السرير حطها الحمار. الان هي في امريكا وما رجعت لصاحبها وما بنعرف شو مصيرها بصراحه. من 2017 نعم. اكبر جوهره في العالم لؤلؤه بوزن 34 كيلوغرام وجدت في الفلبين وجدها صياد فلبيني. معلومتك روعه. فيها اكثر من شيء انا حبيته. اولا ورب الكعبه ما جاء في بالي ان في حبه لؤلؤ وزنها 34. واحد سجل عندك. ثانيا ما جاء في بالي ابدا ان في فلبيني غبي لهالدرجه انه يحط قطعه مثل هذه تحت السر. قصه رهيبه 10 سنين قصه رهيبه. يعني لو ما انحرقش المنزل كان عرفناش عنها يمكن حتى. الحمد لله انا انحرق يا رجل. 8.5 اغلى 3 احجار كريمه في التاريخ. العنوان لحاله فاز. بس راح اقسمهم الى قسمين. اها يعني راح اعطيك اغلى 3 مجوهرات بالقيراط بالوزن. القيراط هو 0.2 جرام. يعني واحد قيراط من هذا الحجر الكريم كم يسوى؟ وبقول لك بعدها عن اغلى 3 احجار بيعت في التاريخ بغض النظر عن لونها وعن شكلها. هي الحالة يمكن لها قصة رهيبة يمكن خذت سنين لين صنعوها فانباعت بمبالغ خيالية. راح ابلش من الثالث لين الاول. حلو. في التوب 3 عندنا كاغلى حجر كريم حبيت اللعبة بالقيراط. هو اعطيني لونه شوف بلعب معك لعبة حلوة. يعني هو ألماس. عطني لونه. يعني شو بده يكون؟ زجاجي شفاف. الألماس الأحمر. أوف. لا الشفاف أقل درجاتا من الألوان هذه. اسمع معاي وتمتع. اليوم الحلقة فيها فل متعة سواء مني أو منك. التوب 3 عندنا الألماس الأحمر. تدري كم سعر القيراط الواحد؟ ولما أقول القيراط أرجع أقول 0.2 جرام. يعني شيء وايد صغير. 1.3 مليون دولار سعر القيراط الواحد من الألماس الأحمر. إيه والله أخذ من ثروتي. يعني يا عبد الله لو زوجتك المستقبليه اللي لحد ما بنعرف مين هي وكيف شكلها بالضبط لو قالت لك بس بدي جرام من ثالث اغلى حجر كريم في العالم جرام. جرام هي فكره جرام شوي. لو قالت قيراط اللي هو 5 الجرام جيب لها 1.3 مليون يا محمد دولار. دولار الالماس الاحمر بقدروش التوب 2 يا محمد. الماس اي لون شو كمان ما لعبه الالوان طبعا. لعبه الالوان خلاص بدي اتخيل انه لونه هالمره ازرق. لا كيوت اكثر. ايش اخضر بناتي زهري وردي. الالماس الوردي هو ثاني اغلى حجر كريم بحسب سعر القيراط. يعني القيراط الواحد من الالماس الوردي يسوى 1.5 مليون ونص 200 الف دولار زياده. الله عليك مليون ونص دولار قيراط واحد من الالماس الوردي. وجينا للتوب 1. ايوه كاغلى حجر كريم حسب القيراط الواحد. نفسي اقول انه المفروض ما فيش غير الروبين والاسمر. لا خسر. شو ايضا الماس وعلى اسم كرتون كنت تحبه انت. الماسة الزرقاء. الله عليك طلعت مش عبث عاملين لها كرتون. يا بيد الخير شر بيد الاشرار. لا 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 ما اعرف ما اعرف قاعد ارقص عشان بس اعطيكم على جوكر. الماسة الزرقاء. الالماس الازرق هو اغلى حجر كريم حسب القيراط الواحد. كم يا عفو الله 1.7 ايش حيطلع كل شيء 100,000. لا والله راح تطلع كثير والله العظيم ان في بيج جامب بين التوب 2 والتوب 1. لا تخوفنيش. ايش فيه؟ الالماس الازرق قديش؟ القيراط الواحد قديش؟ ب 3.93.
يعني تقريبا 4 مليون دولار قيمة القيراط الواحد، يعني 0.2 جرام من الألماس الأزرق، يعني تقريبا 19 مليون دولار للجرام. ضربت بخمسة جرام واحد تقريبا 19 مليون. هل الأمر يستحق يا عبد الله كمان أن الواحد يدفع هذا المبلغ المرعب المخيف ليكسب رضا وحب من شريكة الحياة زوجته يعني وهيك؟ أنا ضد أن الواحد يهدي هالهدايا الكبيرة ليكسب رضا. إذا كسبت الرضا بمقابل هدية العلاقة خربانة. لكن تعطي والله كبير. أنا مصدوم من نفسي. لكن أيوة. انك تعطي لحد هو اصلا يستاهل. يعني ما تعطيه علشان تاخذ منه شيء او اطباع او ردود افعال، لا. هو لانه زين تعطيه عشان ما يتغير طبعا. ما ادري والله، انا الى الان ما قابلت ام راشد، لكن ان شاء الله انها تستاهل، ان شاء الله انها تستاهل الالماس الوردي. الازرق تخسب. تخسب. سؤال يا عبد الله، كلهم الماس، استفزني الموضوع، بحب الالماس كنت بطلت احبه. لان الالماس بهذه الالوان احمر وردي ازرق، الالوان هذه تسحق الاحجار الثانيه. انسى الاوبال انا خلاص، انساه خلاص. الاقوى يعني الاندر والاقوى طبعا. وصلنا الحين يا محمد لاغلى 3 احجار كريمه انباعت في التاريخ، مثل الحين لوحه الموناليزا، هي في النهايه لوحه موجود عندنا صحيح. ليش غالي طيب؟ لها قصه ولها اسم ولها تاريخ. عندنا لها قصه كبيره. نعم في فرنسا في التوب 3. ايوه كاغلى حجر كريم انباع هي الالماسه الورديه ايرث وينستون. الاسم بريطاني كثير، وينستون ليجاسي. وين هذا صار؟ بقول لك وين صارت، بس قبلها ابيك تعطيني المبلغ. بس طبيعي انك تسالني كم قيراط صح؟ كم قيراط وزنها؟ 19 قيراط. ابدا اعمل عمليه حسابيه. احسب انت قلت لي 1.5 القيراط في 19 بسرعه. ابو حماد اعمل لي عمليه حسابيه بسرعه. 19 ضرب 1.5 بسرعه بسرعه. 19 ضرب 1.5 28 ونص صح؟ بسرعه. اول انا جبت قبل الكالكوليتر، انا جبتها 28 ونص. فزت انا اقوي الكالكوليتر. 28.5 مليون دولار. جواب واقعي جدا. نعم قياس اللي انت حكيت لي اياه من ناحيه السعر. الله عليك، بس انت نسيت ان لها اسم ولها ليجاسي ولها تاريخ اكيد ولها قصص. صحيح. فالمبلغ طبيعي انه يكون اعلى. صحيح. وهي انباعت ب 50.7 مليون دولار. ضعف. طبيعي ضعف. طبيعي جدا. اكتشفوها في سنة 1918 في جنوب افريقيا. الحرب العالمية الأولى. ومتى انباعت؟ البيعة متى صارت؟ بعد الاكتشاف ب100 سنة. 2018 في كأس العالم. في الصيف؟ قول لنا في الصيف. في الصيف بالضبط. بالله عليك. مع جول مبابي. احنا سجلنا في 15/7 كلنا. مزاد علني. حلو حلو. صار في مزاد؟ حلو. انباعت في ايرث وينستون الألماسة الوردية. وليش سموها ايرث وينستون؟ لأن الشركة اللي شرتها في 2018 هي الشركة اللي شرتها اسمها هاري وينستون. اوكي انتسابا لاسم الشركه اخذوها واشتروها فصارت ارث. سموها ارث. نعم صارت ارث لهم. ننتقل الى التوب 2. يلا ايضا التوب 2. ايوه الماسه كله الماس. مش مبسوط. مش مبسوط. بدي اوبال. بدي الاوبال الاسود فانا لا ابالي بالالماس. والله حلوه اوبال. اوبالي والله حلوه. انت علمت هذه. بس شو اسمها يا محمد؟ ايش اسمها الالماسه؟ اوبنهايمر الزرقاء. الاسم فيه تشابه مع اوبنهايمر والنووي. لا ما لخص ما يمكن ولد عمه ما اعرف. ما لا تسالني هالسؤال. خلاص ما سالت. انا ما سالت. وعيونك تسال. اوبنهايمر طبيعي يعني. تخيل الماسه لويجي او اخو ماريو. لا مو بشرط مو بشرط. قديش انباعت وين؟ اوبنهايمر. لا قبل ما اقول لك بكم انباعت لازم اقول لك كم قيراط. كم قيراط؟ 14.6 قيراط. وبعد اكتشفوها في جنوب افريقيا. طيب. واحنا قلنا هاي الماسه اي لون؟ زرقاء. زرقاء. عليك الحسبه يلا. 57.3 مليون دولار. زيدها 200,000. 57.5. بالضبط. 57 مليون ونص دولار. انباعت الالماسه اوبنهايمر الزرقاء سنه 2016 في مزاد علني. وبالرغم انه وزنها اقل من التوب 3. نعم. بس لانها وايد نادره الالماسه الزرقاء. وطبعا تم تسميتها بهذا الاسم نسبه لمالكها اللي شراها اسمه سير فيليب اوبنهايمر. التوب 1. نعم. اغلى حجر كريم انباع في التاريخ. يعني تكاد تكون اقوى بيعه في التاريخ. اسمها ايوه قبل ما تحكي. قطعا ماسه زرقاء. قطعا غير صحيح. كيف النجمه الورديه؟ شو رجلها الوردي؟ نعم. الوزن 59 قيراط. عملاقة ضخمة جدا. وأيضا عثروا عليها في جنوب أفريقيا سنة 1999. في إشي غلط. كله في جنوب أفريقيا. غير صحيح هذا الكلام. لازم نروح. لازم نروح هناك. نظمة واحدة من أضعف نسخ كأس العالم. وبطل كأس عالم بس سجلت 8 أهداف. مش مبسوط مش مبسوط مش مبسوط. بس مؤخرا لهم وقفة كثير خرافي في محكمة العدل الدولية مع فلسطين في لاهاي. نعم بصراحة وقفوا وقفة. خلاص أنا راضي عن. أنا راضي عنهم. كم أنا راضي عنهم. قبل ما أقول لك قيمتها يا محمد، تدري إن في شركة تم 20 شهر وهي تقطع وتفصل في هالألماسة. 20 شهر شغل. 20 شهر شغل. كم قيمتها؟ كم؟ 72 مليون دولار. يا عفو.
ولها 15 مليون دولار اغلى من اللي قبلها. واللي شراها شركه صينيه فازوا سنه 2017 فازو. شركه مختصه في مجال المجوهرات. بس السيف هذه الوحيده يا عبد الله استغربت منها لانه بحسبه بسيطه من انت علمتني اياه بسعر القيراط مع الماس الوردي مفروض سعرها يكون 88 صح. مليون دولار. صح بالضبط. مو باي الماسه ورديه مثل اي الماسه ورديه. هذه ممكن فيها شوائب شوي. ممكن انت او المتابعين الحين يقولون توقعنا نسمع ارقام فوق ال 100 مليون. اغلى حجر مبع. لحظه شوي، في وايد احجار طبعا اسعارها فوق ال 100 مليون بس ما انباعت، موجوده عند اصحابها ما رضوا يبيعونها. انت لو تفكر فيها، انا معطيك حجر مباع في 2018، يعني قبل 2018 ما كنت اقدر اذكر هذا الحجر في المعلومه لانه ما انباع. يعني بعض الاحجار لقوها في 1918 انباعت في 2018 بعد 100 سنه. ممكن مع السنين الجايه طبعا نسمع عن ارقام مخيفه في بيع المجوهرات والاحجار الكريمه. في الماسه اسمها الماسه كولينان، اسم السياره. الله عليك. نعم. وهذه موجوده على الصولجان الملكي البريطاني. نعم. صولجان اللي عصا اللي يمسك. نعم. صحيح صحيح. تضحك لان انا ما اعرف معنى الصولجان صح. تخيل انه وزنها 530 قيراط. تعرف شنو 530 قيراط كقطعه واحده؟ هذه بكم ممكن تنباع اصلا؟ 530 قيراط انها تكون موجوده في قطعه واحده شيء نادر. تدري كم يقال سعرها؟ كم؟ 400 مليون دولار. أزيدك من الشعر بيت؟ هذه القطعة هذه اللي تسوى 400 مليون دولار هي قطعة من بين 9 قطع. شلون 9 قطع؟ كانوا كل هالقطع كانوا كلهم في ألماسة واحدة كبيرة، بس طبعا ما تقدر تستخدمها أي استخدام، فاضطروا انهم يكسرونها ويشكلونها طبعا، فصار لها أرقام 1 2 3 4 إلى 9 اللي موجودة على الصولجان رقم 1. هذه القطعة الصغيرة هذه على الصولجان أغلى من ملعب كرة قدم شامخ مبني بأحد الطراز عالمي. وعندك ماسة الكوهنور موجودة وين؟ وين هاي كمان؟ على تاج الملكة البريطانية. ماتت يا أخوي مواليد 21. أنت اللي موتها، نسيت معلومتك. الملكة إليزابيث يا عبد الله اللي بسم الله ما شاء الله عمرها الآن 96 عام، هي مولد 26 وإحنا في 2022 96 عام وما زالت عايشة. الله الموتر كلنا ما بعرفش. هني موجودة هني 105 قيراط. هلا مين أخذها بعد موتها؟ أنت عارف إنه الملكة إليزابيث أنا وياها مواليد 21/4؟ الفرق بينك وبينها ما عندك الماس. أوكي. خل أختم لك المعلومة. اللي ان شاء الله انها تسوى فوق 8.5 بالراحه اكيد بقيمه تاج ملكه بريطانيا. قديش؟ انا قلت لك في شيء نادر فيه وفي مجوهرات باقيه طبعا. قديش سعره؟ كم قيمته؟ قديش تقدر قيمته؟ ما بين 4 إلى 7 مليار دولار في اكثر من 2800 ماسه وعشرات من الاحجار الكريمه. كل هدول على راسها يعني لابسيتهم. نعم بس ماتت. واحد ما بياخذش معي شيء ورب الكعبه من الدنيا ولا شيء. ولا شيء بينزل عريان. ما في اي شيء. وانا ايش زل عريان ما بفيد الا عمله الصالح. اي والله بسم الله العظيم. وانت قاعد وفلوسك موجوده في البنك على بالك الكفن فيه مخبر. ما في ربي كم ما في. ما في مخبر. ما في. قيم. صحيح. قيم فكني خلاص والله دخلت عميق دينوطين قلبنا. معلومتك مليانه مصاري كثير مصاري كثير مصاري كثير تصنيفات فيها احجار كريمه مرعب مرعب. معلومتك يا اخوي سلم علي 8.9. شكرا. تحلمش بالتسعة كامله 8.9. تحلمش يعني الله يا اقوى مخرج. في شيء في شيء في يد اقوى مخرج في العالم. ما في لا اكيد الماس. انا ما شفت الماس. هلا ابوي لونين. في لونين ايدك لو سمحت. الماس انزين. اوكي هذه الالماس البيضة تمام. هاي الماسه 1.3 كارتس او 1.3 قيراط. شوف الحجم. شوف لما نحكي 1.3 يعني تقريبا 0.3 جرام 0.4 جرام ولا انا غلطان؟ تقريبا اقل 1. انا ما ادري مبينه في الكاميرا هي ولا لا. شوف يعني 2 يا دوب شوي جرام. فيها شوائب عز تمام. هاي مش كلير على الاخر تمام. صراحه مشكله. ايوه لا هو الناس بتضيع فعلا. انت الان يا عبد الله لو ضيعتها حتضيع حوالي 20000 ريال. لا والله والله العظيم قسم بالله والله العظيم قيمتها هاي 20000 ريال تقريبا تمام. بالدولار كم يعني تقريبا؟ هذه حوالي 6000 دولار. عندك هذه الماسه بنيه. هاي الماسه بنيه. اي والله تمام. ايش فيني العميت؟ الالماس البني اضعف من الابيض في اليوم الطبيعي. الابيض احلى لون صح في اليوم الطبيعي. إيه؟ بس في الايام الغير طبيعيه بيطلع لك ازرق ووردي واحمر. إيه طبعا طبعا نوادر. فالبني اضعف من الابيض. إيه؟ كلون تمام. بس هذه برضه بتسوى 20000 ريال لان هاي اكبر. هاي تقريبا 1.5 قيراط. قيراط. والله يا عز انك لعبت بالامثله الحيه وقويت معلومتي. نفسي اوضعها. نفسي اوضها والله. اقصى حجر من اقصى. طب روح اذا اوضها عادي اذا. بس يعني اللي حيشتريها ما حيحب يعرف انه انعضت في كم انسان. والله اللي حيشتريها ما حيحب انها انلحست. حيعرفها ترى لحست من الغافل. تستهبل اكتب حبيبي. في الشهاده انها ملحوسه.
هات هات. حكم ان الحلقة عن عالم المجوهرات، عشان تجيب مجوهرات بدك فلوس عشان تشتريها. شو رأيك احكي لك عن المكافآت اللي بيقدمها بنك دخان؟ دلعني. دي اوورد، دخان اوورد. بتعرف يا عبد الله انه الراعي الماسي لبرنامج تحدي المعلومات بنك دخان بيعطي جوائز لاعضاء المسجلين فيه؟ طبعا اعرف عن طريق برنامج انت وقايل اسمه دي اوورد. احسنت، يعني هو برنامج بيقدم مكافآت لا متناهية عن طريق استبدال النقاط. بحب هاي اللعبة انا. مثلا حجز تذاكر طيران بالنقاط، ومش لازم تتعامل مع شركة طيران واحدة او انك تطلع من بلد واحد معين. اوكي حلو، بس ليكون لازم اروح عندهم الفرع؟ غير صحيح. اونلاين بالضبط يا عبد الله، عبر الانترنت تقدر تستبدل تذكرتك مع 900 شركة طيران حول العالم مباشرة. والله العظيم هذه قوية محمد. انا في القطرية عندي نفس كيو مايلز. وربك عبيد. ايوه نستخدمهم. نعم الدي اووردز اقدر ابدلها بالكيو مايلز. يعني مثلا واحد دي اووردز ايش يعطيني؟ سلام عليك، بيعطيك واحد كيو مايلز. قل والله والله العظيم عبد الله. وبتقدر تستبدل الدي اووردز نقاطك يا عبد الله مع 400,000 فندق حول العالم. يا 400 ولا 400,000؟ 400,000 والمايك اللي لحقك. 400,000 فندق حول العالم و150,000 شركة تأجير سيارات. يا تومش والله تومش داعي دي اووردز. نقاط مكافآت بنك دخان تقدر تحولها إلى قسائم إلكترونية وتستخدمها مع محلات تجارية عالمية أو محلية، أو مع نجوم أريدوا، أو مع نقاط شكراً. افتحوا حساب في بنك دخان علشان تحملون التطبيق، وبعد ما تحملون التطبيق سهولة التحكم في نقاطك. الدي أوردز تحولهم بالأشياء اللي احنا قلناها. عبد الله هاي المعلومة صدمي إلك وصدمي للمتابعين كلهم اللي بتابعونا الآن. معلومتي يا عبد الله بعنوان هل الألماس شيء فعلا نادر وقوي ويستحق سعره؟ المفروض ولا انه اشي ضعيف جدا وجسمه صغير واكتفه من كمشة، ولكن الاعلانات اثرت على قيمته فرفعته. على كل انا ما بعرف، ولكن المعلومة ستجيبك وتجيب الجميع. بداية عبد الله، الالماس اصلا كيف صارت له قيمة؟ المفروض انه نادر. في نهاية القرن 19 يعني 1800 واشي في جنوب افريقيا بدوا يكتشفوا الماس كبير خارج عن الطبيعة غير بيعرفوه، اوزانه شوية عالية. يعني صاروا لقوا الماس 20 قيراط 25 قيراط 30 قيراط، صاروا يلاقوا كثير من هاي الاحجام. المشكله يا عبد الله مع اكتشاف هاي الالماسات التي تعتبر كبيره الحجم الى حد ما، هذا نزل سعر الالماس. فلما نزل سعر الالماس بعض المناجم سكرت، ما عاد الامر مفيد ابدا. لهالدرجه؟ هون يا عبد الله كان في واحد بريطاني خبيث بيعشق المصاري اسمه سيسيل رودز. اوكي شو عمل رودز يا عبد الله؟ اشترى كل مناجم الالماس الموجوده في جنوب افريقيا. اكيد. ودمج كل هاي المناجم تحت اسم شركه واحده اسمها دي بيرز. هون دخل الخبث البريطاني، بدا يقلل انتاج الالماس ويقلل بيعه عشان يزيد الطلب عليه ويصير نادر. طبعا. وشو عمل كمان؟ صار يفتح له افرع حول العالم مع انتاج قليل. وشو عمل كمان هذا البريطاني الخبيث يا عبد الله؟ ابدع في علم التسويق. جاب محمد عدنان عبد الله الغافري اعطاهم رواتب اعلانات. اعملوا اعلانات بس، اعملوا اعلانات. وصار يربط الالماس بالخطوبه والزواج. والله انه نجح. بدك تتزوج، بدك تخطب، بدك تقدم، قدم خاتم الماس. يا الله، والثقافه هذه وصلت لنا احنا. الفرق بينه وبينهم يا عبد الله انه احنا مثلا عندنا الذهب، عندنا الشبكه، عندنا المهر، عندنا مقدم، عندنا مؤخر. هم هو الخاتم بس. بس لازم يكون بس رسخ الفكره هذه في مخهم. يعني البريطاني هو اللي دخل الفكره هذه في مخوخ الناس. صاغة. ان مع الزواج خاتم الماس. صاغة. لدرجه انه طلع سلوغان اسمه A girl's best friend، يعني صديق النساء أو صديق البنات هو إيش؟ الألماس. فصار وكأنه فرض شرعاً، بدك تتقدم للزواج، بدك تخطب، قدم خاتم ألماس. كل هاي اللعيبة عبد الله يعملها البريطاني شو سوت؟ رفعت قيمة الألماس، مع إنه قلت لك أنا وجوده كان متوفر، ما كان نادر ذاك الندرة يعني. لأنه قلت لك ذات المعلومة، صاروا في جنوب إفريقيا يلاقوا أحجار كبيرة من الألماس. لكن عند خطة البريطاني خليته شيء نادر. ولكن يا عبد الله، على الرغم من طغيان هذا البريطاني وما فعله، أنا الآن جاي أطعنه وأقول لك كيف انقلبت الدنيا عليه. قبل يا عبد الله قرابة 20 سنة. أوكي 2004 2003 صار هناك ثورة في عالم الأحجار الكريمة. الألماس ظهر بشكل جديد. إننا نتكلم الآن عن الألماس المختبر. مصنع. المصنع. ممكن عبد الله يخطر على بالك أو تسمع الاسم إنه ألماس فيك تقليد مش حقيقي. غير صحيح. مصنع في مختبر. غير صحيح. ألماس حقيقي. ألماس 100%، بل ممكن يكون أصفى وأحسن من الألماس الحقيقي. يعني ممكن يا عبد الله تلاقي ألماس جودتها عالية جدا بسعر أقل بكثير من ألماس طبيعية. يعني ممكن عبد الله مثلا اجيب لك الماستين ثنتين. اوكي وتشوفهم ثنتين تقول لي هي احلى، بدي هاي بدي هاي. اقول لك يلا استنى، هذه الماس هذه ارخص وهذه مصنعه في المختبر. بالمختبر. بالمختبر وارخص من ذيك واجمل كحلي. يعني هل الالماس اللي في المختبر هو اساسا الماس طبيعي؟ لا طبعا. سلم علي مبلا. شنو مبلا؟ نعم. لا لا نعم، هو اساسه من الالماس الطبيعي. بياخذوا في الاساس الماسه طبيعيه ماخوذه من باطن الارض. اوكي وبياخذوا منها شريحه صغيره وبحطوها في جهاز
وبيعرضوها لعملية ضغط شديد مع حرارة عالية جدا، وكأنها موجودة وين؟ بطن الأرض. بطن الأرض، يعني يصنعوا لها الظروف التي تجعلها تتكيف وكأنها. لا، ويمكن يمشونها بالزمن بعد، يعني ممكن يحطونها تحت ضغط معين بطريقة وكأنها مر عليها سنين وبنين تحت الأرض. أحسنت، تبدأ تكبر وتنمو وكأنه صار لها مليارات السنين في بطن الأرض، وهي بس كم أسبوع من أسابيع المختبر. أسابيع بس، أسابيع بسيطة جدا. شيء حلو بس مو حلو في نفس الوقت، يعني حلو إنه طلعوا حل، ومو بحلو إنه النوادر غير لما شعور إن هذه القطعة مليارات السنين تحت الأرض. نعم، بعد غير ما هو بيلعب في السعر، لأنه تقريبا سعر المختبرية، الألماس المختبرية من 15% وأقوها يصل إلى 30% من سعر الألماس الطبيعية. الطبيعية الله. الطبيعية، بس هذه المختبرية تعتبر ألماس لأنه مأخوذ أساسها من شريحة من الألماس الطبيعي اللي في الأرض، فلا يعتبر فيك ولا يعتبر تقليد، هو ألماس. طب سؤال، هل سوق بيع الألماس تأثر بالألماس المختبري؟ نهض وازداد، لأنه في النهاية 20% الآن 20% من سوق الألماس في العالم 20% مختبري. من ألماس مختبري، فبالتالي ازدهر سوق بيع الألماس، وصار يا عبد الله اللي مش قادر يشتري الألماس الطبيعي أظن الآن صار بالإمكان إنه يشتري الألماس المختبري. نعم. زين، عندي سؤال. شنو اقوى الماسة مختبرية؟ اسمع. يعني وايد غالية. اسمع، هي الماسة يا عبد الله 38 قيراط، اخذ انتاجها في المختبر 10 شهور، قيمتها يا عبد الله 700,000 دولار. اوه، يعني لو كانت طبيعية بتكون بالملايين. نفسها طبيعية، وحطها جنب بعض بالملايين الملايين. فالالماس المختبرة يا عبد الله الان والله العظيم مخرج عظيم، هذه الالماسة طبيعية في باطن الارض مليارات السنين عشان تنبني. يا عفو، والالماسة هذه الماسة مختبرية. يا عفو الله، هذه الألماسة لو تركز هي أصفى وأجمل من هذه الطبيعية. كلير كلير كلير، هذه سعرها 20% منها. يا عفو الله، لا والله الله العظيم شفافة أكثر. والتنتين ألماس، ما تحكي لي فيكو أصلي، التنتين ألماس وربك. يا فعلا هي أجمل، هي أجمل والله. قيم عبد الله. لا لا صدمتني محمد، لا 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 لا، وعز صراحة بعد حل المعلومة أكثر، نكتب لي مثال حي للمختبر وللحقيقة. لا كذي طغى تحت المعلومات، كذي أنا أفتخر بالبرنامج أكثر. وخذ 8.6 يا محمد. موافق موافق جدا موافق، بس أنا مبسوط. ليش؟ ما عمري شفت تفصيل للألماس كما تفصل اليوم. قسما بالله يا محمد أني أنا ما كنت أعلم أن المختبري حقيقي. هذه جديدة ترى. حقيقي مختبري إحنا عندنا كوبي. لا لا، هو ألماس حقيقي أصلا. فست تقييم المعلومة كان منصف برأيي. تعالوا نشوف شو تقييم للسويتات في فلو كافيه. وين عشاق الفرنش توست؟ لا تفوتون فلو كافيه. وبالنسبة لي بعد ما جربت التيراميسو تبعهم أظن أنه صار عندي مكان بعرف في قطر منيح وبدين أصدقائي عليه. في عام 1994 فتح أول متجر فلو كافيه أبوابه للجمهور في اليونان، علشان يقدم حقبة جديدة من الذوق والجودة على مدار هذه الدورة الناجحة اللي استمرت 20 عام. تطورت الشركة من خلال التدريب المستمر والعمل الجماعي، وبالتالي بناء علاقة طويلة الأمد مع المستهلكين. تعال يا محمد، في هالمعلومة أشرح لك عن مواصفات الألماس وشنو اللي يخلي قطعة الألماس هذه أغلى من هذه القطعة. حلو. يعني كمثال الذهب، شنو اللي يخلي هالذهب أغلى من هذا؟ هذا عندي أنا. لا 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 لا، خلاص أوعى تطلع الذهب، معلومة الجاي عن الذهب أوعى. سريعا بس بقول لك، سريعا سعره على حسب وزنه وعيار القيراط، عرفناها. يعني صعب إنك تنغش في الذهب لو أنت شوي شاطر، لكن في الألماس سهل تنغش إذا ما حضرت هاي المعلومة. المعلومة هذه لازم تحضرها. في الألماس الوزن هو عامل واحد من عدة عوامل تخلي القطعة هذه عجيبة. وأصلاً الوزن في الذهب سعره ثابت في العالم كله، لكن في الألماس لا لا لا، نفس الوزن بس القيمة تختلف. طيب ليش؟ هني الكلام اللي أنا جاي أقوله. في ترك غريب في موضوع الألماس. كيف؟ لو جت لك قطعة ألماس 1 جرام، طيب قيمتها 10,000 دولار، طيب المفروض أن 2 جرام بكم؟ 20,000 دولار. 3 جرام؟ 30,000 دولار. غلط. إذا الجرام الواحد 10,000 دولار، الجرامين تقريبا 40,000، 45,000. 3 جرام زيد أكثر في التضاعف. ليش ليش؟ لأن قطعة الألماس كل ما كبرت كل ما زاد سعرها. صارت فهمت. أندر من القطع الأصغر. أيوة. غير موضوع الذهب. فهمتها. في الذهب كل ما ضاعفت الوزن بيتضاعف السعر، في الألماس كل ما ضاعفت الوزن يتدبل يتربع يتسد وايد 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 في دبل. فهمتك ربي كامل. الألماس يا محمد يقيم على 4 C's. شو يعني؟ 4 C's. شو C, يعني؟ سي سي سي. كلمات تبدأ بحرف السي. فهمتك. أوكي، السي الأولى color، لونه. طبعا في اليوم الطبيعي الشفاف هو أحلى لون. نعم، اللون الشفاف. يعني ترى على فكرة الشفاف أحلى من الأصفر وأغلى، وأحلى من البني وأغلى، لكن لما يجيك أزرق
دخلنا في التوب 1 يجيك وردي تعلمنا ان التوب 2 والاحمر توب 3 يعني ممكن تقول التوب 4 هو الشفاف. يعني اذا رحت محل وجيت تشتري قطعه الماس وشفت فيها صفار ما بيقص عليك هذا زي مدير في لون اصفر قال لا نزل سعر قال لي الغافري نزل سعر في لون اصفر نزل. في لون بني نزل بس لما يكون لون ازرق عظيم سلام وحاد حاول تكاسره نعم اصل اتفقنا وياك ما راح نجيبه. السبب الثاني كيرت قيراط يعني القيراط. السبب الثالث الكت تقطيع قصة الألماس. في قصات غالية وفي قصات أرخص من غيرها. شنو أغلى قصة؟ القصة الدائرية شفناها بشوي أشهر قصة وأصعب قصة المفروض أنها أصعب لأنها أغلى. فأنت لما تشوفها من فوق دائرية طبعا كل الألماس من تحت نفس الزاوية الحادة علشان يركب على الخاتم يركب على التاج لكن من فوق في قصة دائرية المشهورة اللي شفناها من شوي وهي صغيرة طبعا في منها بس كل ما كانت أكبر كل ما كانت أغلى. وفي القصة المستطيلة يمكن شفتها على بعض الأساور في قصة مستطيلة في مربع وفي أشكال. الدائرية هي أغلاهم. لما أقول لك دائرية مش البيضاوية لا اللي رويناك إياها من فوق تشوفها مدورة. يعني أنت الحين عرفت عامل ثاني لما يجيك واحد بيبيع لك ألماسه وشفتها إنها مستطيلة ممكن تتفلسف عليه تقول له بس لو كانت دائرية كانت بتكون أقوى بيقول لك والله قوي طلعت تفهم حاضر حاضر عبد الغافر لا طلعت تفهم حاضر. والرابع الكلاريتي النقاوة. حتى لاحظ لما تروح عند أي واحد في محل الذهب علشان يشيك على الماسة بتلقى عنده عدسة ومعين واحدة هذه اللي طالع فيها بيشوفها خالية من الشوائب خالية من الشوائب. فكل ما كانت خالية من الشوائب كل ما معناته طبعا أن الكلاريتي زاد. وفي قياس يحسبونه أقل شيء هو الآي ثري وايد في شوائب ضعيف. أكثر شيء وأكثرهم نقاوة اسمه آي إف. إذا قال لك القطعة اللي عندي آي إف أعرف أنها قوية. هذه في في آي بي آي ثري أقل شيء كتقول ثري وايد شوائب كتقول ثري وايد شواب. فلما تجي تشتري ألماس ممكن فعلا تلقى قطعة قيراتها عالي لونها شفاف وممتاز تقطيعها ممتاز الله عليك بس فيها شوائب ضعيفة كسرت قل السعر كسرت والله. تدري يا محمد أنه طبعا في جهات عالمية ترجع لهذه الأربع سيز فور سيز عشان تقيم وتعطيك شهادة للقطعة اللي عندك. لما تروح أي محل ذهب وتشتري أي قطعة ألماس إذا ما معاها شهادة ورقة وتوقيع من جهات معينة وتراويك صورتها في الليزر شلون تلقى صورة مطبوعة في الورقة في الشهادة وين الشوائب وين كل شيء كل شيء دقيق موجود بتوقيع بختم عشان تضمن لما تأخذ القطعة. درس والله إنه درس حلو يا محمد والله درس حلو. الحين يا محمد أنا خلصت معلومتي اللي بعدها بتروح تشتري ألماس وأنت مرتاح. معلومة مهمة في حلقة اليوم طبعا مهمة طبعا مهمة. يبكي عندي نساء أكثر مني إحنا الرجال بس بعدك استمتعت بالشرح. أنا طول ما أسمع الدايم نقول الألماس لم أسمع له تفصيل كما فعل عبد الله غافر اليوم. سريع بسرعة 8.4 عبد الله تفرق في سيارة لقبها الجوهرة الاس كلاس عبد الله لقبها بين عالم السيارات الجوهرة. صراحة يا محمد صح ان انا ما عندي هالسيارة بس تدري شنو اكثر شيء احبه في المرسيدس أشهر. والله اني صادق ان اغلى سيارة عندهم الى اقل سيارة كسعر نفس الكشخة. نعم يعني سيارة مثلا من اغلى السيارات نعم من سعرها فوق 900,000 نعم. لكن تعال مثلا للاي كلاس او السي كلاس من جوا ممكن تفكرها هي نفسها. انت يا عبد الله حكيت الاي كلاس والسي كلاس إيه بس الحلو في المرسيدس يا عبد الله انه فيها كل الفئات لجميع الاصناف الرجل والمرأة والشاب كمان والله صح صدق حتى كبار السن كبار السن بيحبوا المرسيدس. سيارة تركب على الكل للكل تبي تجرب تي شنو ناطر والله روح المعرض طريق سلوى ناصر بن خالد واختار السيارة اللي بتعجبك واعملها تست درايف. ومثل ما قلت لك خاطرك تشتري سيارة بالأقساط وروح لأنك تلقى أحلى ريت الحق عليهم. يا عبد الله هحكي لك الان ايش هي اشهر انواع الاحجار الكريمه وكيف تتشكل الاحجار الكريمه وشو اسباب اختلاف الوانها. كلام هيطلع من تمي بعد شوي مخيف جدا. لان صدق انا وايد افكر فيها ليش في حجر كريم وغالي وينباع ونادر وفي احجار مثل نشوفها برا حصى ما لها فايده. وربك انا كنت افكر في هذا السؤال نظير افكر في هذا السؤال عجد وكبر. هذه عبد الله الحجر الصغير الموجود في الشارع اللي نرميه على بعض ليش حقير وليش سعر حقير وسخ مش مبسوط منه. ثقفني اصلا ليش سموها احجار كريمه يعني ما ادري يعني عليها قران رائع كلامك وربك عليك رائع انت انسان رائع اصلا تفكر انت انسان رائع وربك الله يجزاك خير. اول شيء عبد الله هم سموها احجار كريمه لان هي عبد الله احجار نادره قليله مش موجوده كثير وبسبب اشكالها شكلها غريب والوانها الرائعه اوكي اسمها احجار كريمه مش موجوده في كل مكان. طيب سؤال قوي جدا كيف يا محمد تكونت هاي الاحجار الكريمه كيف يعني طلعت من البخل وصارت احجار كريمه معطاءه بتدفع كثير زيي وزيك تعمل خير خير هاي الأحجار. في ثلاث عوامل يا عبد الله صارت هذه العوامل الثلاثة فصارت هاي الأحجار. هذه العوامل الثلاثة هم كالتالي احفظوا انتوا احفظوا اكتب يا شبابنا اكتبوا لنا. واحد ضغط عالي وضغوط كثير أوكي. اثنين حرارة عالية حرارة
بحرق كثير. اوكي. ثلاثة وقت طويل وطويل جدا، فبتصير هذه العوامل الثلاثة فينتج عنها أحجار كريمة. طب هذا السؤال، هاي الأشياء الثلاثة وين بتصير؟ فقط أحسنت. أكيد فقط شيء تحت داخل. في مكان واحد فقط في باطن الأرض. وين بتنضغط؟ وين بتلقى هالحرارة؟ وبتقعد لمدة طويلة وطويلة جدا. باطن الأرض. في بطن الأرض بتصير. يا سلام عليك أبدعت. طب سؤال يا عبد الله، الألماس حجر كريم صح؟ إيه. شو الفرق بين الألماس وباقي الأحجار الكريم الثانية اللي راح أذكر لك إياهم بعد شوي؟ لحظة شوي، الألماس حجر؟ نعم يعتبر حجر كريم ورب الكعبة، بس في فرق. أوكي. في فرق. الألماس ركز معي، مش مركزين، ليش والله بيطلع من تبي كلامي، والله والله كلام انا مركز، والله اني ممتع. الالماس يا عبد الله حجر كريم، ولكنه يتكون من عنصر واحد فقط اللي هو الكربون فقط. الالماس عباره عن كربون، ولكن ياتي على شكل تشكلات الدايموند. اما يا عبد الله الاحجار الكريم الثانيه تتكون على الاقل من عنصرين او اكثر، هذا فرق رئيسي. الالماس هو الحجر الوحيد الذي يتكون من عنصر واحد فقط اللي هو الكربون. باقي الأحجار الكريمة متكون من عدة عناصر، على الأقل تأتي عنصرين أو أكثر. بس في كمان معلومة جبارة يا عبد الله، الأحجار الكريمة الثانية تتكون على عمق تحت قشرة الأرض، في بطن الأرض، على عمق 40 كيلومتر. كثير نار رب الكعبة، ما تقدر تنزل ولا تحط إيدك والله. أوكي. وخيف. كيف الألماس على عمق كم؟ ها. على الأقل 160 كيلومتر تحت سطح الأرض. والضغط كثير، ضغط عالي جدا، حر شديد، بديش أروح غير، بديش، ورب الكعبة مرعب. طب سؤال يا عبد الله، شو السبب في ألوانها المختلفة؟ في أخضر وفي أحمر وفي أزرق وفي، شو السبب فيها؟ لا أعلم. أنا اللي بحكي لك، السبب يا عبد الله هو وجود بعض الشوائب من العناصر داخل الحجر نفسه، فبياخذ اللون تبعه. يعني مثلا الحديد إذا دخل في أي حجر أعطى اللون البنفسجي. تخيل. هاي غريبة. الكروميوم بيعطي للحجر اللون الأحمر. وعد على ذلك. طيب أنا راح أقول لك الآن أشهر الأحجار الكريمة موجودة على سطح الكرة الأرضية اللي عرفناها. الألماس. واضح. تعرف كيف شكله؟ كيف لونه الخرافي، الزجاج الخرافي. نعم. الزمرد الأخضر. اوكي. التوباز البني. توباز ما اعرف. ولا انا عرفت توباك مغني موت. ما اعرف توباز، والله ما اعرف توباز. الفيروز الفيروزي، مش حسيت اسم عالم، قسم بالله اسم حلاك في فريجنا. الفيروزي والله صالون والله. العقيق الاخضر، اسماء جباره، اسماء جبارة. اسماء غاليه، اسماء جبار. نعم 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 نعم. عبد الله حختم المعلومه بكلام جبار كثير، حنطلع ليفل اعلى. لا لا لا، الالماس هو الجبار الاقوى على الاطلاق المفروض. يا صحيح. ها. في أحجار كريمة أندر منه وأكرم منه، راح أعطيك ثلاثة على السريع. واحد اسمه البريل الأحمر. بريل الأحمر. بريل الأحمر، حاسه جبار نفسي أشوفه. أوكي. في واحد اسمه التورمالين البرايبي. تسألش أسئلة صعبة، ما أعرفش. واضح إن البرايبي كلمة يعني جاية ما أعرف من وين. تسألش أسئلة. والله ما أعرف من وين. أنا باحث منيح بس تسألش أكثر. باربي. برايبي. برايبي البرايبي. في واحد ثالث عندك اسمه كتير خرافي، الأوبال الأسود. الأوبال الأسود غالي؟ يعني غالي هاي؟ كتير غالي وقليل موجود في الدنيا، نفسي أشوفه. اسم والله نحب اسمه، والله نحب أوبال. أنا برأيي عبد الله بعد البحث بصراحة أنا شفت أنه أحلى الأحجار الكريمة برأيي الزمرد الأخضر، أنا بعشق الزمرد. وكمان الياقوت والياقوت الأزرق خرافيين، هدول خرافيين، وهدول هم اللي بسموهم بالإنجليزي السفاير. أوه، في يلو سفاير، في بلاك سفاير، هذا في... هو الياقوت رسميا. قيم معلومتي يا عبد الله الجامعة، تعبت كلام كثير عن عالم الأحجار، وبحثت وايد. نعم والله نعم. إنك تعبت. نعم. 8.7 روح حلوين. المعلومة هذه يا محمد جات في بال وايد ناس، المجوهرات اللي في محلات البراندات هل هي فعلا تسوى قيمتها؟ مثل كارتير وفان كليف والفي وغيره، لما مثلا تجي تاخذ السواره من المحل. نعم. هذه مثلا شريتها مثلا 3000 ريال. طيب هي اصلا قيمتها كم؟ الكوست كم؟ تعال خلينا نتكلم في هالموضوع وعن المجوهرات المقلده والفرق بين اسعارها واسعار المجوهرات اللي بس عليها اسم براند معين. ولما اقول لك مقلده مش معناته والله ذهب لون، لا لا، هو ذهب حقيقي ولكن شكله مثل شكل قطعه الذهب الاصليه اللي في البراند، يعني هي مقلده بس هي ذهب في النهايه، بس كم قيمتها بمقابل اسم البراند؟ من الاخير راح اقول لك كم قيمه اسم البراند في المجوهرات. خل ابدا المعلومه بمثال. ايوه. انا رحت مثلا محل كارتير. اوكي. قلت له عطني السواره هذه، السواره قيمتها 10000 دولار مثلا. خذت السواره، رحت محل الذهب شاطر ويعرف يقلد الماركات بالضبط، وقلت له تفضل، وذهب فيها هالكثر ذهب وفيها قطعة الماس أو تفر، وعملها ذهب، سووا لي مثلها. نعم. سووا لي مثل القطعة بالضبط، بدون مبالغة بالضبط سواها. طيب كم قيمة اللي سووا لي إياها اللي في المحل، وكم قيمة اللي في البراند علشان عليها اسم البراند؟ أكيد هذه أغلى لأن عليها اسم البراند. اسمع معي، شو رأيك أبلش بأشهر ثلاث براندات في العالم للمجوهرات؟ كارتير مثلا. الله عليك. الفي. صح عليك، كارتير من ضمن أشهر ثلاث براندات في العالم. وبعد عندك فان كليف وتيفاني أند كو.
ثلاث مرة علي. طبعا في اغلب المجمعات الفخمة بتلقى فيهم هالماركات. وانا احب اقول لك عن اشهر قطعة مجوهرات عند كل براند من البراندات اللي انا ذكرتهم، كم تسوى في الحقيقة كقيمة وزن في النهاية ونوع مجوهرات، وكم يبيع هالمحل لان اسمه عليه. ببلش في ماركة فان كليف. اشهر قطعة عندهم الهامبرا، عبارة عن سوارة فيها خمس وردات لولو. احنا بنتكلم عن السوارة رسميا، احنا ما لناش دخل. بالضبط، ويموتون عليها يا محمد، وانت اذا شفتها بتعرفها على طول. والله زوجتي طلبتها مني. طبعا طبعا، اصلا انت من تقول فان كليف بيجي في بالك الشكل هذا. ايوه تعرف، انت تعرف 100% كانه دائما كذي. هذه السوارة فيها من 10 الى 12 جرام من الذهب، اي عيار؟ عيار 18. وفي ملاحظة حلوة هني لازم نقولها، لان تكلمنا عن القيراط كوزن للالماس، طيب احنا نتكلم عن قيراط الذهب، اذا شو الفرق بينهم؟ القيراط في الذهب هو يعطيك كمية صفاوة الذهب، انه مثلا ما معه نحاس، اذا 18 معناته في نحاس، لكن 24 فش ما في نحاس، صافي 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 ذهب. القيراط في الالماس وزن فقط. واضح؟ نكمل المعلومة؟ واضح. نكمل، نرجع للسوارة. غير الامور اللي فيها، فيها ايضا حجر ابيض. قيمة السوارة هذه، انسى البراند، قيمتها 2000 دولار. مع سعر الصياغة. يعني مو بكقطعة جايب لك اياها، لا لا، احنا جبتها وشكلتها وركبت الذهب والالماس كل شيء ركبت، 2000 دولار بدون اسم البراند. زين مع اسم البراند يعني بالعربي كم تنباع في المحل؟ دبل. اوبا دبل، اوكي. 4000 دولار. ننتقل من فان كليف الى كارتير. ايوه، اشهر سوارة عندهم معروف، اسمها بانجل، فيها من 30 الى 40 جرام ذهب، وعيار 18. اتفقنا. فيها 4 الماسات. وايد صغار، مجموع وزن الاربع قطع 0.42 قيراط. اقل من قيراط، اقل من قيراط. تسوى كقيمة مع مصنعيتها، مع شغلها، شغل اليد في افضل الاحوال، 5200 دولار. كارتير كم يبيعونها؟ ايضا تقريبا الدبل، 10400 دولار. صحيح والله، سالت عنها هذاك اليوم. حق من سالت عنها؟ لان اذا ما في سواره وصلت حق ام تيم خلال السنه الماضيه فانت وقعت في مازق. لا انا سالت ما اخذت. انت بس سالت؟ سالت والله، سالت. أوكي. ما اخذت والله، سالت ما اخذت والله. زين ليش ما اخذت ام تيم؟ قلت لها شيء ثاني. نروح من كارتير الى تيفاني اند كو. خاتم خطوبه فيه 5 جرام بلاتينيوم، اسم جبار، نزع الساحه الان، و0.5 قيراط من الالماس. اها، وفي الماسه كبيره فوق الخاتم. حلو. قيمه هذا الخاتم لو صنعناه نفسه بالضبط، نفس الاحجار اللي فيه بالضبط، القيمه 7000 دولار. الكوست يسوى هالكثر؟ غالي. 7000 دولار كثير على الخاتم. بس كم تبيعه تيفاني اند كو؟ طغت طغت بوضع اسم البراند، طغت كم؟ 17400 دولار. يعني هنا 10000 سعر الاسم، اسم تيفاني اند كو. هني يا محمد نوصل لمعلومة مهمة جدا ممكن تجي في بال المتابعين، اللي هي ليش السعر قاعد يتضاعف بهالطريقة؟ شنو الأسباب؟ خلي أعطيك الأسباب ورا بعض. ليش اسم البراند بيلعب دور في السعر؟ بيلعب دور كبير في السعر، عشان ما حد يستسخف ويقول شو السخافة هذه، تزيد هالمبلغ عشان اسم براند؟ نعم، في أسباب لهذا الشيء. من أهم الأسباب برستيج الماركة والإرث، إرث الماركة، عشان تظهر للناس شلون هي مختصة في مجال المجوهرات، وأغلب هذه الماركات الكبيرة لها خبرة أكثر من 100 سنة في هذا المجال. وفي نفس الوقت أصلاً الماركة تقول لك أنا لبس مني الملك الفلاني، أنا لبست مني الأميرة الفلانية. صحيح. صحيح. المشهور روح. كريستيانو لبس مني، ليبرون جيمس خذ مني، محمد عدنان شرى مني خاتم. أذكر هذا الكلام. السبب الثاني التكاليف المترتبة. كيف الماركة يعني؟ في النهاية لو تلاحظ عطني اسم ماركة كبيرة دخلت محلهم عادي، عادي المحل ديكور سخيف ولا موجوده في شارع سخيف. لا لا لا، دائما الماركات الكبيره في اشهر الشوارع في العالم. حصل يعني خذ لك اجار مجنون طبعا، وديكورات مجنونه. حصل. وعليهم تكاليف مرعبه، حتى الموظفين نفسهم، لاحظ الموظفين اللي يشتغلون مو باي واحد، الشكل يهم. صح. لبسه واناقته تهم. صحيح. كلامه واسلوبه يهم. وربك يعني ما اعتقد راح يشغلون محمد عدنان في كارتير، اسلوبك حلو بس مزعج. ايش الكلام؟ ما انا ما اتخيلك تقدر تبيع خاتم كارتير في محل. يلا تفضل بيع علي. لبق جدا انا. اغريني بالخاتم. مرحبا، السلام عليكم اخوي، شلونك؟ حياك الله. ياك الله، الله يسلمك. عفوا، الخاتم هاي كم قيمته؟ اولا انت متمكن جدا من قيمته قياسه على شكلك، شكلك متمكن وشكلك الله سبحانه وتعالى، انت مقتدر ماديا. الله يخليك. وبعدين هذا لا يرتدي الا المميزين جدا في الدراسه. تسلم، تسلم، تسلم. انت عرفني اخوي، عرفني، فبالتالي اظن انه بيناسب جدا لانه يكون تقتني، وحنكون سعيدين جدا باني نعطيك اياه. اخوي ما جاوبتني. تفضل. نعم. كم سعره؟ 17000 دولار. 17000 دولار؟ طبعا. ما يستاهل. ان اردت ان تكون متميز فعليك باقتناء طبعا. عادني بشتريه. اقرن اسمك باسمك. خلاص اقنعتني. بس في شيء تلقاه عند اغلب الموظفين انت ما عندك اياه. ايش هو؟ تلقاهم يعرفون اكثر من لغه ولغتين وثلاث، بالذات في المدن الكبيره طبعا. لما انا اكون شغال في لندن لازم اكون متوقع انه ممكن يدخل علي شخص يتكلم لغه الدتش جايني من هولندا.
فاني تكون عندي لغات بعد. فالمهم ان الماركه عليها مصاريف كثيره، هذا سبب رئيسي ثاني. السبب الثالث ايوه التسويق والدعايه. أيوة. انا اذا جيت ابي ابيع خاتم ابي اكلم محمد عدنان، ايوه ابي يجي يسوي لي اعلان. صحيح، ما هو الحيوان صار ياخذ فوق $20,000 على الاعلان، فلازم ادفع له. اعطيك دليل مرعب ان الشركات الضخمه تدفع مبالغ مرعبه على التسويق. ايوه ان شاء الله شركائي يتعلمون من هالشيء. تعال اسمع كارتير وفان كليف كمثال، هم اوريدي معروفين. في احد يعرف كارتير؟ يعرفون كارتير صح؟ نعم. ليش يدفعون للتسويق؟ ومو بأي دفع، في السنة الواحدة. ايوه. بادجت كارتير أو فان كليف $100 مليون تسويق، إعلانات. شو محمد عدنان $20,000؟ تعال تعال تعال. يبا الغافري معاه باكج يقولون ببلاش، يبا. فيدفعون $100 مليون على أسامي مرعبة كإعلانات أو على شوارع مرعبة ومشهورة يحطون صورها أو كإعلانات الفيديو أو حتى اليوم احنا شفنا مجالات السوشيال ميديا، منصة إكس وإنستغرام وسناب شات وفيسبوك كلها يبي لها إعلانات بصيغ مختلفة بمهارات مختلفة. أظن الموضوع يا عبد الله التنافسية مع الشركات الأخرى حتى أبقى في الساحة قوي واقف على رجلي. صحيح. ما يتعداني حدا بدي أصل. أنت شايف المنافسات الكبيرة مثلا حتى برا مجال حتى برا مجال المجوهرات كولا وبيبسي مثلا. نعم نعم. ففي منافسة خطيرة مرعبة تصير في مجال التسويق، فهذا كله دفع يدفعونهم. السبب الرابع ليش البراند قيمته عالية؟ طبعا الحصريات والنسخ المحدودة. أنا لما أقول لك خاتم كارتير المعروف لو نزل في كل فرع 100 قطعة، في كل فرع 100 قطعة، ما عاد نادر. طبعا ما عاد نادر حتى لو كان غالي. نعم. بس هو مو بنادر، الكل يقدر يقتنيه. بس لما ينزلون لك حصريات ليميتد اديشن شوي وبنوقف، وقف تصنيعه. وهالقصة بعد احنا نشوفها في الساعات. لو كانت ساعة رولكس اللي في يدك يا محمد متوفرة في المحل، بذمتك بتحس بقيمتها مثل ما انت حاسس بقيمتها الحين؟ نعم. كلنا نعرف ان ساعة البيبسي اللي في يدك لو اروح المحل واترجاهم وابوس يدهم والله ما يطلعوا لي ساعة واحدة، صح؟ بيقول لك اشترى 10 ساعات عشان نطلع لك واحدة. ليش صارت نادرة؟ ليش صارت غالية؟ ليش؟ لأنها قليلة في السوق. أنتجوا منها القليل. خامس سبب ومن أهم الأسباب طبعاً وجهة نظري الكواليتي. أنا لما أقول لك آخذ نفس القطعة وأروح أصنعها مثلها بالضبط لكن بدون اسم، لا لا أصنعها بمكان زين، لكن بعد ما رد الكواليتي يلعب دور. دائماً الماركات الكبيرة تعطيك تتشات غريبة في الميلان وفي في كل تفاصيل الخاتم أو السوارة أو العقد أو الساعة. ساعة رولكس كم مرة قلدوها يا محمد؟ كم مرة تكفى؟ أكثر شيء قلد في التاريخ يمكن الساعة اللي في يدك، لكن شنو؟ هذه تبقى هي. والله يجيك واحد خبرة ساعات يمسك بدون ما يشوف بس يمسك. موضوع الثقل بس يلمس يمين يقول لك هذه رولكس، مع أن أنا مصنعها في مكان خطير في تايلاند، لكن لا، مثل المصنع الأم اللي صار له فوق 100 سنة غير. عندهم تقنيات خاصة وآلات عجيبة غريبة ما حد عنده نفس الآلة اللي عندهم، لأنها آلة غالية في النهاية. بلس ضيف على ذلك الموظف اللي قاعد، احسن الحرفيين عندهم. شلون اغري اللي يشتغل في رولكس انه يقعد عندي وما يطلع برا ويطلع، ما اقول لك الخلطه لكن يطلع السر، سر الابداع. بخليه عندي بس كم راتبه؟ كم راتبه تكفى؟ وبكذي انا ختمت لك عالم البراندات مع المجوهرات. يا محمد قيم لي انت عبد الله ايش بذكرني، كانك اخذتني في رحله باك للموسم الاول الحلقه الاخيره الثامنه اللي كانت اول حلقه في عالم الاستوديو، عالم الماركات، عالم الماركات والبراندات. سبحان الله انت ما حضرتهاش. قيم يا محمد. بدي أقيمك على هذه يا سيد الفاضل 8.1. ظلمها صح؟ لا أو الجاي 6 عيال. لا الجاي 6. معلومت هاي يا عبد الله ويا متابعينا عن الذهب، وهناك فرق كبير بين الذهب سيد المجوهرات وباقي كل الأحجار الكريمة اللي انذكرت في الحلقة واللي راح تنذكر، وعلى رأس الألماس انت ذكرته قبل قليل. الذهب يتميز عن الجميع بإشي واحد، وهو انه الذهب هو الوحيد اللي ما نتج على أرضنا، ما جاء من هذا الكوكب بل جاءنا من الفضاء. ايش؟ جاءنا من الفضاء. نعم والله اني سمعتها. جاءنا من الفضاء بفعل النيازك. شو هذا الكلام اللي بحكيه؟ شو الكلام طلع من تمي؟ كلام خطير جدا يا عبد الله. الذهب من المواد النادرة على أرضنا، على كوكبنا الجميل هذا. الغريب العجيب وين يا عبد الله؟ العلماء لما حللوا الذهب عرفوا ليش الذهب هو سيد المجوهرات، مع العلم انه الالماس مثلا وكثير من المجوهرات اغلى منه، ولكن هو سيد المجوهرات. ليش؟ ليش؟ ابي سبب. ما يجيش من الارض، لا يتكون في باطن الارض، لا يكثر لا يزيد، كميه معينه جاءتنا وغزت الارض قبل 4 مليارات سنة وتجمعت وين؟ في باطن الارض وبس. وبس لا تتكاثر لا تزيد. يعني انا شرحت لك يا عبد الله انه الاحجار الكريمه اذا تمارست عليها هذه العوامل الثلاث اللي هي الضغط والحراره، ضغط عالي حراره عاليه وقت طويل بتصير بتستوي. الذهب ما بصير، الذهب ما يصير خلاص. هو كميه موجود في باطن الارض، شو ما نتشاطر ونطلع منه نجحنا، ما طلعنا حيضله قاعد بس ما بيزيد
هون الفكرة. صحيح. طب شو الفكرة؟ شو كيف إجانا يعني؟ كيف يعني إجانا من الفضاء؟ نعم، في نظريتين يا عبد الله. النظرية الأولى بتقول لك يا عبد الله الذهب كيف إجا؟ هو نتاج نجوم انفجرت في الفضاء وتحولت لسوبر نوفا وانتشر منها الذهب في الفضاء، منها ما جاء إلى الأرض قبل 4 مليارات سنة على شكل نيازك وضرب الأرض ودخل في جوف الأرض، ولذلك بتلاقيه تحت الأرض موجود، الذهب يستخرج من تحت الأرض. وللحين أكيد في كميات مجنونة جايك صعب تطلعها. جايك على المعلومة. لكن خطرت فلسفة شيء. جايك عليها. إذا النظرية الأولى نجوم انفجرت. أوكي. النظرية الثانية مش من الفضاء، برضو من الفضاء. إيش دعوة يا. بس الفرق نجوم نيوترونية اصطدمت فيها نجوم أخرى أو أجسام فتناثرت فطلع الذهب. فانتشر في الفضاء فاجى على كوكبنا ونزل على ارضنا. واضح؟ اوكي. جميل. نظريتين هذا الاختلاف أوكي. البسيط جدا بين النظريتين، بس بكل الاحوال انه من وين اجانا الذهب؟ من الفضاء. وين استقر؟ في باطن الارض. المعلومه الجباره الان. أوف. شايف يا عبد الله كل الذهب الموجود على سطح الكره الارضيه الان؟ شو قلبت خليلي؟ في ايادي كل النساء. ايديهم بس؟ كل مكان يعني. كل مكان. كل مكان. كل الذهب في كل المحلات واللي بينباع كله. مالي؟ حسيت اني اديت هذا دائما صح؟ طبعا قلت المعلومه دي من قبل. قلت المعلومه 1% نعم من الذهب اللي موجود في باطن الارض. بس 1% احنا استخرجنا من بطن الارض. 99% من الذهب موجود في باطن الارض ليومنا هذا. لكن صعب. بس هات طلعوا من تحت. ليش عبد الله؟ قول لهم انت ليش وتذكر المعلومه اللي حكيناها. احكي لكم وين حكيناها. هقول لكم وين. كانت في حلقه عجائب الطبيعه في الموسم الاول. الاول صح. والمعلومه كانت عندي على فكره. نعم زي ما حكى عبد الله فقط 1% على سطح الارض هو كل الذهب اللي عندنا اياه و99% وين موجود؟ في بطن الارض. ليش يا عبد الله ما طلعوا؟ اول سؤال راح يجي في بالك، ليش ما يطلعون هالذهب ويبيعونه؟ صعب جدا انك تطلعه، وعلشان تطلعه تحتاج الات غاليه جدا، فلما تطلعه تكلفه التطليع اكثر من قيمته. نعم. خله موجود ان شاء الله يطفح. وبتعرف كمان يا عبد الله انه لو طلعنا الذهب اللي في باطن الارض طلعناه كله كله وذوبناه رسميا سنسير في نهر من الذهب على سطح الكره الارضيه. وأصلاً يقال ممكن يصير رغبتك. واصلا في مصيبه ثانيه. ايش هي؟ اذا طلع كله راحت قيمته. والله لا يصير الذهب ارخص من الحديد. يلا خلص خسر بيكون رسميا. خله صعب. خله صعب. خليه خليه صحيح. حختم بمعلومه جباره يا عبد الله. جبار جبار على الاخر. تعال اربط لك الذهب. هيك العلماء بيقولوا نربط الذهب بخصوبه الرجال وقوه الحيوانات المنويه. ايش دخل؟ لحظه شوي، دخلنا في الدين. اتوقع ان الذهب حرامي. سلم علي. سلم علي. على بالك ابوك بس مدرس الشرعيه. انت بتنجب عشقك لانك ذكي، لانك ذكي ولماح. انت اسال لماح مش رماح بالعزيز. لماح. لماح. انت لماح. لماح. في دراسه يا عبد الله اكدت ان هناك ارتباط وثيق بين الرجال اللي بيرتدوا الذهب انه هذا يؤثر بشكل واضح على خصوبتهم وقوه حيواناتهم المنويه. فبالتالي بتلبس ذهب شو بصير في خصوبتك؟ ضعيف، وحيواناتك المنويه بتموت بسرعه. ضعيفه مش قوية. وكتفسير علمي بيقول لك انه جزيئات الذهب الدقيقة تؤثر وتخترق الحيوانات المنوية عشان بتموتها. اوه حلو. هيك بيحكوا عبد الله. سبحان الله يا محمد، سبحان الله. الاسلام لم يحرم عبد الاسلام قبل 1400 سنة. نعم، حرم على الرجل ارتداء الذهب. صحيح. شلون؟ شلون عرف؟ سبحان الله. شلون؟ وين؟ وين العلماء وقتها؟ وين؟ تعبنا واحنا في كل حلقة، في كل حلقة نحط الملحد في زاوية وطن. ما اعرف. احلف انه رسول، احلف انه رسول، احلف انه رسول. والله انه رسول. احلف انه الله اللي حكى له الكلام. اقسم بالله ان الكلام اللي مكتوب في القران الله اللي قايله. الله اللي خلق الكون. لان اذا الرسول اللي قايله انا بعبد الرسول. لا انا بعبد الرسول. انت حكيتها بحلقه الكون. لا انا بعبد. وعلى فكره هو تفكر هذه دراسات اسلاميه ودراسات اوروبيه اجنبيه، هم اللي قالوا هذا الكلام مش احنا. مش احنا كده، هم اللي عملوا دراسات، هم اللي حكوها. مش عبث يا اخوان. التحريم ما جاء عبث. قيم لي يا عبد الله هذا التحريم الذهب. اولا نعم. وقبل كل شيء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دائما وابدا ما لا. دائما وابدا لا. واذكر فيها المتابعين. نعم. اللي يطالعون واللي يشكون واللي عارفين الحقيقه لكنهم يدورون على الهوى والوناسه. نكذب على بعض ما هو اونس. اذا بعدت من الدين شوي تتونس اكثر. لكن الدين شو يقول لك؟ وقف. اختبار. تبي الوناسه الصح انطر الجنه يا اخي. انطر في الجنه بتلبس الذهب وبتشرب الخمر والحيوانات المنويه قويه وكل شيء. كل شيء ممتاز في الجنه باذن الله. تقييمي لهالمعلومه العجيبه. نعم. اللي تخلي الكافر يسلم. اوف اوف. تحولت من الذهب اللي تخلي الكافر يسلم. حلو كمل. 8.5 تفضل. شكرا لك. محمد في المعلومه هذه راح ابين لك ان المجوهرات مو بس ذهب والماس واحجار كريمه. ايش مثلا طيب؟ اوه تعال اسمع. انت عارف ان المجوهرات ممكن تكون حشرات؟ ايش دخل؟ ايش دخل؟ بديش. انت عارف ان المجوهرات ممكن تكون قطع من الحيوانات؟ اكيد انك سمعت عن العاج من قبل صح؟ العاج هو ناب الفيل؟
صح، مو بس ناب الفيل، عندك الفيل عندك وحيد القرن، صح صح صح، عندك الدلفين، ايش دخل ابو قرن فيه؟ طبعا فيه، في له صور، عندك الماموث، اعشق اسمه ماموث، ماموث اسمه جبار، شفته في ايس ايج، ما جبار، نفسي امسكه من زمان والله. وعندك فرس النهر وغيره من الحيوانات. تعال نشرح العاج. العاج ينأخذ من ثلاث اشياء، العاج مادة، يا من الاسنان، يا من القرون، يا من الانياب. طبعا انا الحين اتكلم عن الحيوانات. سعر كيلو العاج يا محمد طبعا في السوق السوداء لانه محرم دوليا، لان في قتل وذبح للحيوانات، وبجيك في معلومه القتل. ارخصهم كيلوها، ارخصهم 2000 دولار، ارخص شيء الكيلو للعاج 2000 دولار الى 60,000 دولار، وطبعا يرجع لشكل العاج ولونه والحيوان اللي جاي منه وندره الحيوان. الله عليك طبعاً. الله عليك، هذا شيء المفروض تفهمونه باي ديفولت، لان احنا شرحنا الالماس فنفس المبدا. طبعا العاج يا محمد يستخدم في المجوهرات ويستخدم في اشياء ثانيه. اعطيك مثال، مثلا امثله غريبه، ايش؟ اصابع البيانو. تمزح؟ تخيل، اوقات تلقى اسعار مجنونه للبيانو، بيقول لك والله لان الاصابع مصنوعه من العاج الفلاني، من الحيوان الفلاني الذي قتل في سنه كذا كذا كذا. ندخل في قصص كبيره. زين الشطرنج، ايش رايك كمان؟ ما مر عليك اغلى شطرنج في العالم ويدخل في كتاب جينيس؟ ليش؟ لانه مصنوع من العاج. أوف. وعاج نادر. مثلا عندك المسابح، مثلا المسباح، صح انه في منه كهرباء مش ذي، لكن بعد في وايد مسابيح من العاج مصنوعه، والباقي طبعا انت عارفه في الاساور مثلا، تماثيل مثلا، وغيره من الاشياء. تصدق يا محمد ان العاج ابدا ما في اي تميز كماده؟ الذهب قعدنا نتغنى فيه وبميسته، والالماس، العاج شنو؟ ما في، هو هذا، هذه القطعه اللي جايه من الحيوان. واضح جدا. بس ليش غالي يا محمد؟ احد الاسباب الرئيسيه، ايوه، ان العاج صار رمز للرجوله. اوف، كيف يعني؟ وللقوة. كيف؟ لأن أنت إذا عندك عاج معناته أنك قتلت حيوان كبير ضخم، ماموث، وحيد القرن، شيء قوي، فيل مثلا، روعة. جميل، بعشق الأشياء، بعشق الضخامة والقوة والجبروت. ولكن هل تعشق أن الحيوانات هذه تكون مهددة بالانقراض؟ غير صحيح، غير صحيح. طبعا من أحد الأسباب أن العاج مادة سهلة أنك تشكلها. متخيل والله متخيل، نفسي ألبسه، والله نفسي ألبسه. الله عليك. فالتجار استغلوا الموضوع هذا طبعا، فصار يشكل له أشكال، يدري أن الأغنياء راح يغترون فيها وراح يشترونها. لكن للأسف يا محمد، المفروض أن احنا ما نفضل العاج. يعني أعطيك مثال للجانب المظلم، كم فيل يقتل سنويا في أفريقيا علشان موضوع أنهم يأخذون من العاج؟ ولعت المعلومة، ولعت. من 20 إلى 35 ألف فيل. عفوا الله، هذا كل في أفريقيا موجودين بموت سنويا؟ ولذلك الفيل الأفريقي وهو أضخم أنواع الفيلة. نعم، جميل، نعم، ضخم، وضخم عملاق، شكله مميز، مهدد بالانقراض بسبب موضوع العاج. بديش يا خس كرهته وربك، انا بديش اروح ساح العاج، كرهت اسم عاج، انا انسان طيب والله، يضحك ما توقع. ولذلك يا محمد طبعا ان في منظمات عالميه لحقوق الحيوان تحمي هذه الحيوانات وحرمت بيع العاج. فراحت شو سوت؟ رفعت سعره، صار سعره عالي، صار سعره عالي، محرم، صار في السوق السوداء، صار. انا مو فاهم، خسرنا والله، خسرنا رسمي والله، اني خسرت، البشريه خسرت والله، خسرنا والله. بس تدري محمد شنو اغرب انواع المجوهرات؟ ايش؟ الحشرات. طبعا كلكم شفتوا انواع الحشرات اللي تنحط اوقات في المسابيح، في الخواتم، هيك حشره ميته داخل. بس الفراعنه وحضاره المايا في المكسيك قاموا يستخدمون الحشرات الحيه، يعني ما يسكرون عليها. الله عليك، بيلبسوه حي، يلبسونه حي، مثلا سلسال كذي وحاط لك خنفسانه كبيره. طبعا في اسباب وراء هذه، واسباب تعتبر خرافه. بعضهم يؤمنون ان هالعقرب او هالخنفسانه تعطيهم الحظ مثلا، تعطيهم القوه مثلا. لا، ويزينون بعض الحشرات، يعني تخيل تجيك الخنفسانه مثلا على ظهرها ذهب، يحطون يزينون الحشرات بالذهب. وبس، هذه كانت معلومتي عن المجوهرات الغريبه. ولا تقول انها مش مهمه في حلقه اليوم. لا طبعا مهمه، خرجت عن ملوك، خرجت وحشرات روعة معلومة، نار نار، خرافية، ضحكتني كثير. ايش الغريب عجيب العاج والحيوانات حشرات. تقييم 6.8 مع الخنفسانة اللي في السلسلة. بحبش حشرات. زين فيل ماموث مسكين حينقب 7 نوتك. 6.9 8 6.8 مالك؟ تتذكر لما اعطيتني على الاهرامات مرة وقلت لي جمل انت ما تنسى، ناقص ناقص. عبد الله، هالمعلومة حكي لك فيها عن أشهر عملية سرقة مجوهرات سجلها التاريخ. شكراً، أنا كتبت لي قصة وسرقة وقول. لأنه دائماً أصلاً واحد بيفكر أنه لو طب مجوهرات تسرق، في سرقة، تسرق، لازم تسرق. نعم، في سرقة، لا مش لازم تسرق، بس في سرقات بتصير للأسف. نعم. يعني هذه عبد الله القصة صارت في بلجيكا، مشهورة بالشوكولت. نعم، وإحنا في شيء يربطنا في شوكولت، والله المتابعين للحين ما يعرفونه. استنى
استنونا قريبا. على كل حال نرجع عبد الله. السرقة صارت في بلجيكا بالتحديد في نادي يلعب حاليا في دوري أبطال أوروبا اسمه رويال أنتورب البلجيكي. معروف. السرقة صارت هو نفس مجموعة برشلونة. السرقة صارت في أنتورب البلجيكية بالتحديد في خزنة اسمها خزنة أنتورب للألماس انسرقت. متى؟ قبل 21 سنة مثل هذا الشهر اللي بنصور فيه حاليا شهر 2 من عام 2003 تمت هذه السرقة. مين كان العقل المدبر للسرقة؟ مين كان البروفيسور؟ شخص إيطالي اسمه ليوناردو نوتار بارتولو مولد 1952 أكبر من أبوك بسنتين أكبر من أبوي بعشر سنين ولكن أبوي أبوك محترمين ما يسرقوا ما بيسرقوا رب الكعبة ولكن هذا سرقه كان معاه في هذه العملية أربع مساعدين يعني المجموع خمسة سرقوا خزنة أنتورب للألماس أكبر سرقة مجوهرات في التاريخ قياس على قيمة المجوهرات المسروقة. اسمع القصة. ليوناردو يا عبد الله قاعد يخطط لهذه السرقة لمدة 3 سنوات. كيف؟ شو عمل؟ هم أصلاً سرقوا خزنة كبيرة إلها بوابة حديدية مدورة. داخلها في 168 خزنة صغيرة يخبأ فيها الألماس والمجوهرات. يعني خزنة داخلها خزنات. خزنات لأشخاص بخزنوا داخلها مجوهراتهم وألماسهم. نفس البنك. 100%. أوكي أوكي. ولكن في برا خزنة كبيرة. شو عمل ليوناردو؟ تكفى شو عمل؟ وليش قعد 3 سنين؟ كان أحد الناس الذين يمتلكوا خزنة صغيرة في الداخل وقعد يتردد على خزنته لمدة 3 سنوات بس كل مرة كان يروح فيها كان يكون معه شنطة في داخلها كاميرا وهذه الكاميرا يغير زاويتها 3 سنين شاف كل التفاصيل شاف كل إشي جمع كل التفاصيل داخل هذه الخزنة من خلال كاميرته الصغيرة وفي مرة من المرات خلى الكاميرا عند البوابة عشان يصور المسؤول لما يجي يحط الرقم السري للخزنة فعرف الرقم السري عرف كل شيء خبز كل شيء تماما عملية ممنهجة مخطط لها بعناية شديدة 3 سنين بعد ما خبز كل شيء وصور كل شيء وعرف الرقم السري جاء ليل من الليالي وجمع شلته العصابة تبعته الأربعة اللي معاه إيه؟ وراحوا واخترقوا كل الأجهزة الأمنية منها ما عطلوه ومنها ما فصلوه من الشبكة أوكي. تخطوا كل شيء وتخطوا أجهزة المراقبة اللي بتستشعر الحركة أيه؟ مروا من كل شيء تخطوا كل شيء وصلوا الخزنة حطوا رقم السري دخلوا جوا لما دخلوا جوا جلسوا 5 ساعات في هدول 5 ساعات فتحوا 123 خزنة من أصل 168 صحيح وأخذوا كل ما في داخلها من ألماس ومجوهرات فلسعوا هربوا قيمة المسروقات هذه المعلومة اللي ينطرها كم سرقوا؟ 100 مليون دولار مسروقة من المجوهرات والألماس ولاذوا بالفرار بعد 5 ساعات هم قاعدين جوا طول الليل شو سووا بعدين؟ حملوا كل إشي وركبوا سيارتهم وراحوا باتجاه إيطاليا بدهم يرجعوا على بلادهم على إيطاليا في الطريق لإيطاليا وبالتحديد هم في فرنسا يا عبد الله واحد منهم أصيب بنوبة هلع وخوف وإجا الشيطان عليه هجم عليه الشيطان وقال له هلأ إذا ما مزعتوا الأدلة ورمتوها وأتلفتوها والمخططات والأوراق راح تنمسكوا فالآن تخلصوا منها فرموا وأتلفوا كل الأدلة معاهم زي كاميرات المراقبة كانوا يراقبوا فيها من منطلق تخلص من الدليل إيه؟ لم يكونوا يعلموا إنه هذا هو الدليل اللي راح ينمسكوا فيه لدرجة إنه كمان ينمسكوا على نص سندويشة كانوا رمينها نص سندويشة رموا الأدلة ومضوا في طريقهم أحد سكان المنطقة اكتشف الأدلة ووصل لها وعرفوا ان الموضوع مش عبث هاي الاشياء تواجدت كلها في مكان واحد ورجعوا طبعا راح خبر الشرطه اجت الشرطه جمعت الادله أيوة. وحللتها ووجدت البصمات اي والله وجدت اي والله غباء 3 سنين دراسه غباء في دقيقه يا حمار خاف ارتبكوا ارتبكوا دائما العامل شيء غلط بيكون مرتبك وخايف خايف الناس تمسكه رمى كل شيء طبعا وصلوا لهم اخذوهم مسكوهم انسجنوا كليات افراد العصابه والقائد العقل المدبر ليوناردو انحكم 6 سنين نفذ 6 سنين طلع من السجن مسكوه مره ثانيه دخلوه على السجن نفذ محكوميه ثانيه بس طلع في عام 2017 الان كلهم احرار طب السؤال وين الالماس لا يوجد ما فهمت مش عارفين يسترجعوه وهم بيعرفوا وينه ما حد بيعرفوا وين الالماس ودوه جزيرة يا محمد ما بعرف ودوه جزيرة لم يعترفوا بأي شيء الشرطة فقط استطاعت أنها تسترجع كمية قليلة من الألماس أدري والباقي مين؟ في الجزيرة لا يكون تشاركوه أنا بعرفش ورب الكعبة في الجزيرة في الجزيرة في الجزيرة بعرفش بس هيهم كلهم الآن أحرار كلهم عايشين حياتهم والألماس لم يعد لأصحابه قسما بالله أني قلت أحس قصة فيلم بذمتك واقع وربك على قصة واقعية والله العظيم لو تفتش يمكن إنك بيسوونها فيلم أو مسلسل يمكن يمكن قصة رهيبة والله هذه أكبر جريمة سرقة مجوهرات في التاريخ بعد شوينا لا لا فيها فيها طيب يلا فيها قديش لا يعني أكيد فوق 5
عبد الله فوق الخمسة اكيد صاروا عليه شو ما قلت شيء طبعا فوق الخمسة فوق الخمسة اكيد روعة اسمع فوق الستة طبعا روعة وربي الكعبة وربي الكعبة روعة قصته روعة وربي الكعبة بس هل هي فوق السبعة ولا لا؟ بس فيها 7.3 تستاهل والله شكرا لك اكيد يا محمد في حلقة اليوم طالما هي عن المجوهرات ما راح نتكلم عن اكثر الدول في العالم تستهلك وتشتري في الذهب النساء ما في دولة النساء النساء هم السبب النساء النساء اللي في الدول نعم أوكي. بطلبوا كثير بيحبوا كثير بيكلفوا كثير بيتعبوا كثير تكلمنا من قبل عن حجم سوق السيارات حجم سوق الماركات المقلدة وفي مرة تكلمنا عن حجم سوق التبغ هالمرة أنا جايب لك حجم سوق المجوهرات في العالم والله معلومة مهمة مفروض إنه مرعب قبل ما أقول لك الرقم شنو يعني حجم السوق يمكن ما شرحناه من قبل شنو يعني حجم السوق باختصار كم دفعوا المستهلكين في هذا المجال لو افترضنا إن أنا والمخرج عز صرنا نبيع بقدونس وربك عم الشاري باكلوش حلو أنت ما تدخل في هذا السوق ما باكله أنا أوكي أنت ما تدخل في هذا السوق ما بدخله حجم السوق يتمثل بإيش كم بعنا بقدونس في هذه السنة صح واضحة من قلب صح صحيح طيب حلو كثير حلو كثير كم قيمة المجوهرات اللي تم بيعها في سنة 2022 كأس العالم في كأس العالم الله عليك نعم نعم الله عندنا هون في قطر بطولة نظيفة نزيهة تماما مع اني خسرت في النهائي تبعها ولكن بعترف بالهزيمة كم احنا نحب في حلقاتنا ان نعظم المليار بصراحة المليار هو 1000 مليون يعني لو قلنا 100 مليار رقم كبير يعني معقول 200 مليار مرعب الرقم 353 مليار دولار سنة 2022 بس طبعا ممكن يجي في بالك مجوهرات وفلوس وكل شيء غالي وألماس سوق السيارات أكثر كم احنا قلنا بالتريليون سوق السيارات بس لحظة شوي السيارات انت تطلع برا تشوف الجاليات تسوق سيارات تشوف الغني يسوق السيارة تشوف الكل تقريبا قاعد يسوق سيارة لكن المجال مال المجوهرات هو سوق صغير ترى لو نحصره على الاثرياء والقليل مثلا اللي ثروتهم خلينا نقول النص يعني اقل من الاثرياء الكبار بس في النهاية سوق محصور نعم صحيح يلا نلعب اللعبة اللي هي اكثر 5 دول استهلاكا وشرت مجوهرات يعني شعبها يحب يلبس دايما لابسين بيحبوا على الاخر فلسطين حقي بلدي قول لي لا عادي حقي اقول حقك تقول لا غير صحيح توب 5 يا محمد طبعا نحكي عن توب 5 من اصل اكثر من 200 دولة في العالم روح رقم 5 بالتصنيف العالمي للفيفا تقريبا يعني روح يعني. يا بسم الله الرحمن امريكا طبعا روح شرق سهلا اها سنغافورة لا انديا انه كوكب اليابان في التوب 5 عندنا اليابان طبعا. وكم صرفت في سنة 2022 بس كم 12.3 مليار دولار رقم قوي ومنطقي جدا إذا ما اقتصناها من 353 مليار لأن بدي أعرف الخمسة لو جمعتهم مع بعضهم كم لحالهم الخمسة مقارنة ب 195 دولة أخرى لعيب ومن أكثر الأمور اللي خلت اليابان تروح في المراكز الأولى توب 5 موضوع مش بسيط معروفة ومشهورة بالمجوهرات الدقيقة وغالبا لها رموز وارتباطات دينية فتلقاها مميزة وغالية توب 4 أروح شرق ولا غرب خلي العب حامي بارد أصدمك إيش لا كثير غرب ولا كثير شرق شكلنا في الشرق الأوسط لا وين يعني بعد طيارة 7 ساعات طيارة 7 ساعات معناته احنا في أوروبا الله عليك احنا في أوروبا وبالتحديد شكلنا في بريطانيا جنبها فرنسا يعني احداها ايطاليا سلامي عليك ايطاليا عندنا في التوب 4 كاكثر دوله مستهلكه للمجوهرات وطبعا ايطاليا معروفه بالاناقه نعم وبالفشخره بلد الموضه بسموها بلد الموضه نعم كم الرقم كم بدي اطلع على 17 مليار صراحه الفرق بسيط بينها وبين اليابان 13.4 مليار دولار اوف في تنافس قوي مع اليابان وعلى فكره المجوهرات الايطاليه من الاكثر طلبا في العالم من اقوى البراندات اصلا ايطاليه شاطرين نروح للتوب 3 رسميا انها كوكب الهند شلون عرفت والله انك عنصري كوكب الهند شلون عرفت سويت حركه انت سويت حركه ربك سويت حركه معقول بهذا بس ايش هذول بس نعم ربك زين شلون تقدر تقول قريب بالحركه يا ليل يا لالي يا ليل 15 ايوه فاصلة 7 اوبا مليار دولار اوبا با. استهلاك الهند للمجوهرات والله تحديدا محمد لو تلاحظهم يعشقون الذهب صح اتفق والله اتفق منطقي جدا تحكيتهم شوي انا ما ادري عز قال لي التوب 2 يا محمد قطعا اذا ذكرنا الهند نذكر قرينتها وخصمها الكبير الصين اهدى علي شكلها الاولى معناته مين الثاني معناته معناته شكلنا نروح عندنا شنو عندنا لا فرنسا يعني لا طبعا لا لا دائما منافس الصين في الصناعات اخلص عسى ما شر روسيا
شنو روسيا؟ أمريكا. سلم علي. أمريكا في التوب 2 كأكثر دولة مستهلكة للمجوهرات في 2022 بس. اشتروا مجوهرات بقيمة أيوة والله أكثر من اليابان وأكثر من يعني هو فارق عن الخامس والرابع والثالث. قديش يعني؟ 61 مليار دولار أمريكا بس. فرق كثير قوي كثير. شو هذا؟ في تنوع كبير في المجوهرات في أمريكا، وفي ماركات عالمية وايد في أمريكا تصنع المجوهرات، فالشعب قاعد يشتري بعنف. شو هذا كثير الفارق؟ لو رحنا وين ايش بنقول؟ مش عارف بحسبها لقياس على كل العالم. وعندنا في التوب 1 يا محمد مين؟ إنها الصين، جمهورية الصين الشعبية، ملوك الجولريز. في ناس منهم طاغية فاحشة الغناء. اي من الكازينو بيلعبوا كثير. قاعد تلقى عمره 70 ما يصير غني الا بعد 70. يا حرام ربي كعبي حرام. ما هو اذا مو بكازينو يقلد ماركات بعد حرام. اذا قلنا امريكا اصرفت 61 مليار دولار على المجوهرات، الصين المفروض 100 مليار ولن اتعدى، ما راح اروح اكثر من ذلك، راح اصير انا مسعوق قياس على باقي العالم. رقم مميز. نعم اللي في بالك. 111 111 مليار دولار الصين فقط. يعني شنو؟ لحظة شوي، كأننا لو جمعنا اللي قبل كلهم. طبعا من أحد الأسباب القوية أن عدد الصين كشعب عدد مخيف. طيب تقولي لحظة شوي الهند، بس الصين فيها أثرياء أكثر. نعم صحيح. يعني هالدول الخمسة اشترت مجوهرات في سنة 2022 بمجموع 213 مليار من 353 مليار. هذه المعلومة اللي كنت أبحث عنها ووجدتها الآن. إشي مخيف مرعب. خمس دول أضعف. أنا بصراحة توقعت أسمع إن الخليج دول غنية، فتوقعت إنها بتكون بينهم أو شيء. لا لا صعقت. ثلاثة من الخمس دول هذول هم أكثر ثلاث دول في العالم سكانا. صح أكيد البوبوليشن عدد السكان إيه؟ بيلعب دور كبير في الموضوع. طيب المعلومة. المعلومة كثير قوية وجميلة ومن أحلى المعلومات أبو حط كل يوم. أعطيك عليها 7.8. شكرا شكرا. كثير جميلة. لاحظوا صرنا صعبين في التقييم. أحب كذي، أحب صعبها علي، خليني أبدع أكثر بعدين. وصلنا إلى ختام حلقة عالم المجوهرات والأحجار الكريمة، وإن شاء الله أنكم استفدتوا. أنا في البداية لما قلنا هنعمل حلقة عن عالم المجوهرات قلت معقول تكون الحلقة جميلة وهل تلمس قلوب الناس؟ بصراحة بعد ما أديناها اليوم أنا أعلم يقينها هتكون واحدة من الحلقات الخالدة المشهودة في برنامج تحليل المعلومات. عجيبة وداشة في حياتنا، يعني حتى كبزنس أو كاقتناء شخصي لك. فعلا المجوهرات من الاشياء الجميله اللي ممكن تقتنيها، ترى يزيد سعرها مثلا مع الوقت، بس حلو انك تشوف الحلقه هذه قبل عشان تعرف الفرق بين الالماس الزين والشين. شاركنا في هاشتاج تحدي المعلومات على منصه اكس وقول لنا رايك في الحلقه. من اللي فاز اليوم؟ ما في مقارنه. اللي فاز اليوم محمد فاز المجوهرات معك الصين. مع انك بتحبها يا عبد الله اكثر مني، بحس مهتم فيها اكثر مني، بس حلو. بس ما قوه السرد محمد. انت فلسطيني. احنا نغش منكم في المدرسه صعب. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في الحلقه. اذا حبيتوها انشروها بين اصحابكم. ليش؟ انا متوقع ان هذه الحلقه ستحصل على مشاهدات كبيره من النساء. النساء طبعا. على كل حال نراكم على خير جميعا. سلام. بس اظن نجمه الكرتون كانت بنت. كنا نستحي. ورجيني الالماس. ورجيني شنو؟ البنت؟ لا اصبر. ما راح اقول. انا ما راح اقول بس. والله يا عبد الله بتفهم المعلومه عن الويجي، بس هيك اسمح لي. اصبعي ما عمره رضي انه يختار شخصيه غيره في ماريو. تعرف انا مع من صح؟ والله من سنه 2000 ما غيرت، اقسم بالله من سنه 2000. انا يمكن من 2004 ما غيرت واريو. يا ليل يا لالي يا ليل يا لا لا لا. اتحول محمد؟ لسه ما خلصت؟ شو معلومه طويله يا عزيزي. معلومه طويله يا عزيزي.